هدف ماتا بالقاتل في الدقائق الأخيرة من ماتش توتنهام في فريقه مش بس بيضيع على ليفربول مجهود رهيب عملوه في الماتش بعد طرد لاعبين ولعبهم ناقصين طول شوط كامل، ولكنه كمان بيأثر على قرارات لاعبي ليفربول في المباريات التانية، من كرة ثابتة في مباراة برايتون مارش بيلعب الكرة على الأيمن القريب اللي المفروض واقف فيه روبرتسون وماكاليستر، ولكن بطريقة غريبة جدا الاتنين بيخافوا يتدخلوا ويشتتوها خوفا من انه يحصل نفس اللي حصل مع ماتا، وللأسف الكرة بتعدي وبيسجلها لويس دانك، وبيندم لاعبي ليفربول انهم ما عملوش تدخل وسابوها تعدي، وأليسون في كلا الحالتين يعاين الأضرار.